السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبدأ اليوم محاضرة التاسعة وهي أول محاضرات الفصل الثاني والكورس الثاني. طبعا اليوم محاضرتنا هي Introduction to Machining Operation، التعرف على عمليات التشغيل. احنا أخذنا بالمحاضرات السابقة كل عمليات التشكيل، اليوم راح نتعرف على عمليات التشغيل. ما هي عمليات التشغيل وكيف تقسم عمليات التشغيل؟ Material Removal Process، عمليات إزالة المادة أو المعدن. طبعاً إحنا نعرف أنه مثل ما شفناها بالورش عندنا مثلاً التفريز والخراطة أو غيرها، هي تعتبر من أحد عمليات اللي راح يزيل من خلالها المعدن، واللي راح يتكون هو عبارة عن الرايش. فإذاً تقسم عمليات إزالة المادة أو المعدن إلى ثلاث أقسام رئيسية، هي أول قسم هو المشينينج، Material Removal by the Sharp Cutting Tool، إزالة المعدن بواسطة حد أو تول حد قاطع مثل الخراطة والتفريز والتثقيب. أبرسف بروسيس اللي هي عملية إزالة بواسطة السام صلدة مثل عملية الجرايندينج اللي هو عبارة عن حجر يحتوي على الحبيبات اللي بالحجر، هي تعتبر كل وحدة حد قاطع فتدعى بالعملية الأبرسف بروسيس. وعندنا طريقة الثالثة اللي هي نون تراديشنال بروسيس اللي هي العمليات الغير تقليدية، non-traditional عمليات غير تقليدية، وتختلف هاي العمليات باستعمالها للطاقة في عمليات القطع مثل electrochemical and thermal energy process اللي هي عمليات القطع شلون اللي نقول عليها بالبلازما بالليزر، لأنها تعتبر عمليات قطع غير تقليدية وتحتاج إلى طاقة عالية. شنو هي الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى عملية التشغيل؟ ليش أنا أسوي تشغيل؟ طبعا أنا أسوي تشغيل، السبب الأساسي هو اختلاف المواد اللي ممكن أني أقدر أشغلها. يعني أكثر المواد ممكن أني أثبتها بماكنة الخراطة أو التفريز أو الدريلينج التثقيب، وأسوي عليها عمليات التشغيل بحيث أحولها إلى شكل ثاني. كل المعادن كانت ألمنيوم، حديد، ستيل، نحاس. طبعا يقول السبب الثاني لعمليات التشغيل انه انا راح اسوي عدة اشكال ممكن اسويها، ممكن اسوي الاسنان، ممكن اسوي الثقوب، ممكن اسوي الحافات الحادة او الاصبح، يعني كل هاي العمليات اللي ممكن اني استعملها. Improve dimensional accuracy، تحسن من دقة الابعاد المن للمنتجات اللي كانت بالفورمينج في التشكيل. مثلا بعض المنتجات كانت ما توصل الى الشكل النهائي، فانا شو اسوي لها بواسطة التشغيل؟ أشيل كل من هذين الزيادات الشعافير اللي موجودة بالمنتج، مثلا منتجات الكاستينج أو الفورمينج، كل هذين ممكن أني أزيلها بواسطة المشين. طبعا شيء أكيد أنه ممكن أني أحصل على external or internal profile. profile هو الشكل يكون كأنه قوس، sharp corner حافات حادة ممكن أحصل عليها بالتشغيل، وفلاتنس الاستوائية والعدالية ممكن أحصلها أنا بواسطة التشغيل. Remove إزالة كل من ال distortion and discoloration from heat treatment، راح يصير عندي أثناء عملية المعالجة الحرارية أو المعاملة الحرارية يصير سطح المعدن أكو مثل هذن القشور، ممكن أنا أزيلها بواسطة التشغيل. وطبعا شيء أكيد هو يعتبر من reduce manufacturing cost، يعتبر يقلل من كلفة التصنيع علما للأجزاء اللي تصنع بكميات قليلة. الأجزاء تصنع بكميات قليلة يفضل أنه أنا أسويها بالمشين، ما أسوي لها قالب بحيث أنا ما أحتاج إلى أنه أسوي قالب وجهاز وأسوي برس على مود أحصل إيش كم منتج، هاي كلها ممكن أنا أحصلها بالتشغيل. وطبعا شيء أكيد أبلاي سبيشال سيرفيس كاركترستيك أور تكستشرز، إضافة سطح أو خواص جديدة للسطح بواسطة عملية التشغيل. ماشينينج ليميتيشن، Machining limitation يعني محددات عمليات التشغيل. شنو هي محددات عمليات التشغيل؟ شيء أكيد أنا بالتشغيل إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي خسارة بالمعدن اللي هو راح يتكون على أساس الشيبس الرايش، هذا هو خسارة بالمعدن خاصة إذا كان المعدن غالي. زين، بعد إيش تحت النقطة الثانية هي time consuming، استهلاك وقت، لأن أنا بين ما أحتاج إنه أثبت القطعة وأجيب العامل وأجهز الماكينة وأصفر القطعة مالتي، هذا كله يعتبر يحتاج إلى وقت. وطبعا شيء أكيد
هو غير مناسب وغالي للإنتاج الكمي. أنا ما أستعمل الإنتاج الكمي، أستعمل الإنتاج عدد محدود، لأن أنا أحتاج مشغل وأحتاج ماكينة وبيضبط القطعة ويحققها للبعد النهائي. هذا كله وقت وزمن، وبما أنه هذا كله زمن ووقت، فهو إذا يحتاج إلى طاقة، طاقة المكان المستمرة بالعملية لكي أصل إلى المنتج النهائي. وممكن أن ألاحظ أنه أكو تغييرات راح تصير على الكواليتي سيرفيس، على السيرفيس كواليتي أند بروبرتيز، على الخواص، خواص بالمادة، بسبب أنه أثناء عملية احتكاك راح تتولد حرارة. هذا راح يؤدي إلى تغيير بخواص السطحية الموجودة للمادة اللي راح أشتغل عليها، مثلا نشتغل عليه خراطة أو تفريز. هنا ده نوضح عملية الشيب رايش، شلون يتكون الشيب اللي هو الرايش، وشنو هي المنطقة الشير زون، منطقة القطع، وعندك الكاتينج تول. هاي راح توضح لك العملية فقط يعني لأجل التوضيح. هذا الشكل الثاني يوضح لك كذلك عملية القطع وشلون تتم الحركة والتول، تثبيت التول. احنا التول عندنا بماكينة الخراطة هو القلم اللي مثبت على الراسم العليا، على المقلمة، في داخل المقلمة بالراسم العليا، والعدة مالتك التول طبعا هاي، والورك بيس مالتك اللي هي راح تكون مثبتة على الجك، العينة الرباعية او الثلاثية. هنا راح نوضح عملية مهمة جدا، cutting tools classification، تصنيفات الكاتينج تولز، حدود القطع للعدة. عندي single point cutting tools، عندي تكون ذات حد قاطع واحد، وعندي multi cutting edge tools، وعندي ان تكون ذات حدين قاطعة واكثر متعددة الحدود القاطعة. مثلا ذات حد قاطع واحد هو هذا حاليا قلم الخراطة، هاي هي مثلا تمثل الكاربيدة اللي مثبتة على القلم هذا. نشوف انه هذا هو الحد القاطع، هاي كذلك هي كاربيدات مثبته بطريقه ثانيه، هذا هو الحدود القاطعه، هذا هو كله راح يتم على حد قاطع واحد، على حد قاطع واحد. طبعا السنجل بوينت كاتينج تول جيومتري، هندسيه هذا الحد القاطع الواحد، مثل ما لاحظها امامي، عندي زوايا جدا مهمه اللي هي زاويه الراك انجل مثل ما دا الاحظها بالرسم، وزاويه الريليف انجل، وطبعا النويز اللي هو راح يصير مقدمة القلم النويز، هذا هو النويز، وعندك زاوية الكاتينج ايج. اذا عندك زوايا محددة حسب الرسم، هذا الرسم مهم لك، هذا فقط، هذني الثلاثة مهمة لك تحدد بيها طبيعة السنجل بوينت كاتينج تول جيومتري. هنا السنجل بوينت كاتينج تول ممكن ان تثبت، يعني هسه احنا نعرف ان اللقمه الكاربيديه ممكن ان تثبت يا اما بواسطه برغي دايركت على السوليد تول، او بواسطه اكلام فوق الكاربيده تثبت الكاربيده، او بواسطه البريز اللي هو اللحام، يعني تكون القطعه مالتك الكاربيده ملحومه على التول. فاذا عندك هذن هي ثلاث طرق الاساسيه. طبعا هو السوليد، احنا شلون عندنا قلم الخراطه الابيض اللي احنا نحده بال نحده دائما، عندنا قلم الخراطة الأبيض هذا يدعى بالسوليد تول اللي بيه لقمة كاربيدية مثبتة بواسطة اللحام، بواسطة تدعى بالبريز انسيرت، واللي مثبتة أما بالبرغي دايركت مثل هذا الشكل، أو كلامب فوقها فتدعى بالميكانيكال كلامب انسيرت. هذا هسه نجي على النقطة الثانية اللي هي المولتي كاتينج ايج تولز. هاي كل واحدة من هذني الكترات مثل ما لاحظها أمامي، هذا الكتر مثلا بأكثر من حد قاطع يعتمد على عدد هذني الأسنان اللي تحتويه. هذا كذلك الكتر، هذا يدعى بالمتعدد حدود القطع، أثناء عملية الدوران راح يصير متعدد حدود القطع. طبعا أنواع الرايش، احنا الرايش عندنا يقسم إلى عدة أنواع، النوع الأي اللي هو discontinuous chips اللي هو الغير مستمر، والنوع continuous chips اللي هو الرايش المستمر، والcontinuous chips of vertical of both up edge، هذا الرايش المستمر مع وجود الحد الناشئ، والشكل دي هو يدعى بالسيريتد، مثل يصير يعني كأنه المنشار، الشفرة هاي مع المنشار هيك محددة مثل ما ألاحظها.
discontinuous chips. أول نوعية من الرايش هو الرايش الغير مستمر. هذا الرايش الغير مستمر ينتج من المعادن اللي تكون brittle material, brittle هشة, معادن الهشة اللي ممكن أن تشغل بواسطة سرعة قطع قليلة, يعني سرعة دوران اللي راح يصير بيها القطعة تكون قليلة, سرعة الدوران تكون قليلة. هذا هو النوع الأول اللي راح يصنع عندي بحيث يدعى من discontinuous chips. إذا يصنع من brittle material وسرعة الدوران تكون قليلة. هذا الشكل يوضح لك, طبعا هذا تركيب المجهر كذلك راح يوضح لك العملية القطع كاملة. عندي continuous chips, الرايش المستمر. الرايش المستمر هذا شلون يصير عندي الرايش المستمر؟ يصير بسبب ductile work material, المواد تكون ذات مطيلية عالية وكذلك سرعة القطع تكون عالية, high speed, سرعة القطع تكون عالية. وهذا الشكل يوضح العملية. طبعا هذا هو الرايش المستمر. هاي كل هاي اشكال توضح لك العملية. continuous chips with boiled up age, BUE. هذه الطريقة هي كذلك هي رايش مستمر بس مع وجود الحد القاطع الناشئ. هذا يصير وين؟ يصير بالductile material بس بسرعة تكون قليلة أو متوسطة. هناك كانت السرعة تكون عالية. ما ينشأ عندي, هاي هي عبارة عن مادة أثناء تلامس التول بالورك وسبب الحرارة والاحتكاك راح يصير أكو جزء من الورك على التول نفسها, وهذا راح يثبت عليه من على الحد القاطع بحيث يدعى بالبويلت أب إيج, نشوء الحد القاطع. هاي هي الطريقة الثالثة اللي تكون سببها ductile material add low or medium cutting speed. وهذا يوضح لك الشكل كذلك. هذا هو طبعا هذا التول, هذا هو الحد القاطع الجديد, هاي هي عملية القطع, هذا هو الرايش, هذا هو الحد القاطع. يوضح لك صورة كبيرية مشارية. هذا هو الحد القاطع, هذا هو التول, وهذا هو الرايش اللي راح ينتج, وهاي هي الورك اللي راح تشتغل عليها. سيريتد اور سيجمنت تشيبس اللي هو راح يصير كأنه مشفر, تشيبس رايش مشفر. هذا الرايش المشفر راح ينتج مثل ما اشوفه, يقول هو يشبه الساو توث, يشبه اسنان المنشار, يشبه اسنان المنشار. وهذا طبعا بسبب انه هاي شير سترين, بسبب انه انفعال قص عالي يتبع بواسطة لو شير سترين, يتبعه بواسطة انفعال قص واطئ. يعني احنا الشير سترين, السترين هو انفعال, الانفعال من يصير عندي عالي بسبب التماس العالي راح تبدي عندي اول نتوء, يقل هذا التماس يكمل النتوء بحيث تبدي هكذا العملية وينتج لهذا الساوتوث. طبعا هذه الصورة توضح لك المايكروستركتشر إلى, هاي كلها إلك لغرض التوضيح. مثل ما ألاحظ حاليا راح نجي على موضوع جديد هو الشيب بريكرز, مكسرات الرايش. أنا الرايش أثناء عملية التشغيل خاصة إذا كان كونتينيوز مستمر راح يؤدي لي مشكلة إنه يظل يستمر علي, وأثناء عملية الدوران أخاف إنه أنا ينسحب بالقطعة ويسوي علي فد مشكلة. فلهذا أكو تشيب بريكرز, أكو مكسرات للرايش. طبعا هي لها نوعين رئيسيين مثل ما وضحت الشكل. النوع الاول يسميه الكروف ديبث, والنوع الثاني اللي هو يسموه الاوبستراكشن تايب تشيبس بريكرز. هذا هو موجود انه اكون تو بسيط مثل ما اشوف هذا الكروفر, اكون تو بسيط بعد الحد القاطع بحيث من يمشي عندي الرايش اثناء هذا النتو راح ينكسر وتبدا عمليه خروج رايش جديد وهكذا. هنا لا, ها هي عندي, هذا هو اللي راح يكسر الرايش بحيث اذا بدت عمليه القطع ومش عند الرايش راح يلاقي هذا الجسم هنا اصطدامه. ايش راح يسوي؟ راح يسوي الى كسر راح يسوي الى كسر ايش الشيبس ماتي الرايش. طبعا الاهداف الاساسيه جدا مهمه, هاي اهداف الاساسيه لمكسرات الرايش شنو هي؟ eliminating long chips, تلغي لك الرايش الطويل, تحافظ على سيل وحركة الرايش أثناء عملية التشغيل, تقلل من الفايبريشن الاهتزازات للماكينة, وكذلك تقلل من الهيت جنريشن من تولد الحرارة الناتجة لعملية القطع. لأن يعني هي ايش راح تسوي؟ كل عملية قطع راح تكسر الرايش فكأنه تبدي من جديد, فتؤدي إلى تقليل الحرارة الناشئة.
هذا يوضح لك الشكل شلون انه اكو جروب في القطعه او اكو هذني المحددات الاثنين اللي راح تصير اللي هي راح تكسر الرايش. الرايش شو تسوي؟ ترفع الاعلى يؤدي الى كسره وتستمر العمليه. هذا هو الشكل توضيحي يوضح لك الها للعمليه. طبعا كذلك مثل ما اشوف انه هذا الجروف محدد بمسافه 2 مللي او بزاويه لهاي النزول اللي هي راح تصير 13 درجه. هاي اشكال من اللقم الكاربيديه. هاي هي العمليه شلون تتم لك عمليه التشغيل. طبعا كل هذه العمليات هي عباره عن عمليه تشغيل بواسطه ماكينه الخراطه تيرنج ماشين. طبعا مثل ما واضح عندي كل شكل لاشكال اللقم الكاربيديه محدد لعمليه مثلا نسميها للهافي او للراف او لللايت فينيشنج. يعني اذا كنت تريد تزيل سمك عالي فيمكن تستعمل هاي اللقمه، او اذا كنت تريد بس تصف الوجه وتنظفه ممكن تستعمل هاي اللقمه حسب احتياجك. كاتنج فلويدز، السوائل اللي تستعمل في عمليات القطع. طبعا احنا مثل ما نعرف سوائل عمليات القطع اللي هي اللبريكنت زائد كولدز اللي هي فائدتها تزييت وتبريد. ايش راح تسوي؟ هذني 10 نقاط اساسيه تفهم لك عمليه الكاتنج فلويد. طبعا تقلل من الاحتكاك، تقلل من الحراره، بما انه قللت الاحتكاك والحراره حتقلل من كل من القوه والطاقه المستهلكه. تزيد من عمر التول مالتك الافتراضي، راح تزيد من عمره بدل ما يفشل عندك بعمليات تشغيل يستمر عندك باكثر. راح يبرد كل من قطعه العمل، وهذا يكون سهل بعد ما افل القطعه على مود سهل حملها. ينظف ويبعد عنك الرايش شيء اكيد. يحمي كل من سطح الماكينه من التاكل البيئي from environmental corrosion، من التاكل البيئي. improvement the dimensional stability، يحسن من استقراريه الابعاد، تساعد على استقراريه الابعاد للقطعه، لان احنا دائما ناخذ جدا يعني اسماك احنا نشتغل كلها بالبوينتات، فعلى مود اني احافظ على ابعاد القطعه. ويحسن من السطح امبروف سيرفس للقطعة اللي انت راح تشتغلها. هنا هذا يوضح لك النقاط شلون هو راح يزيد من عمر التول، وشلون راح يحسن من 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 سطح المنتج القطعة اللي انت راح تشتغلها. هاي كلها لك للتوضيح مؤثر. حاليا هذين الكاتنج فلويد شلون تتقسم، شنو انواعها؟ اكو الكاتنج اويلز، واكل ابيوليسيف اويلز، واكل سيمي كيميكال فلويد، واكل كيميكال فلويد. طبعا زيوت القطع، وهنا زيوت المستحلبه اللي راح تجي هسه نفهمها ان شاء الله، والسيمي كيميكال فلويد اللي هي شبه كيميائيه، والكيميائيه طبعا الفلويد هو المائع مهما كانت اشكاله. شلون طريقه وضع سوائل التبريد على الماكينه؟ مثل ما نعرف على مود اني اخلي سائل التبريد على القطعه وعلى التول مالتي اثناء عمليه التشغيل، اكو ثلاث طرق اساسيه اطبقها على مود اخلي اما بالفلودينج او ميست او مانيوال. راح نجي على طريقه ونفتهمها. فلودينج يعني كانه اكو فد شلون نقول صونده ومضخه واستمراريه العمليه بحيث تعطيك السائل التبريد انت توجه على المكان اللي تريده وتستمر العمليه، واكو جوه صندوق كذلك فلتريشن عمليه فلتره يسحب السائل ويرجع يضخه مره ثانيه. وهاي الصوره كلش توضح لي عملية الفلودينج. أما عملية الميست فهي أنه راح يصير السائل ينضغط بضغط عالي، بحيث مثل ما ألاحظ بهاي الصورة شلون يطلع الضغط العالي ويا الفلود مع السائل التبريد، بل كرأسه مباشرة هم يوخر الرايش وهم يبرد عندك القطعة. والمانيوال احنا نعرفها، المانيوال هي عبارة عن يدوية، كأنه أنت تشيل بإيدك فد جلاس او الثقبه او بطل مثقوب وتظل توجهه تبرد بيه القطعه وتبرد بيه التول مالتك. هذا شكل كذلك يوضح لك عمليات التبريد. ما هي الكاتنج فلويد فلتريشن؟ احنا نعرف انه اثناء عمليه التبريد ايش راح يصير عندك؟ السائل يصعد ينزل، راح ينزل وياه كذلك رايش، على مود اني اسوي فد منظومه بسيطه انه اكو فد فلتريشن. مثلا هذني اللي هي عباره عن شلون السين يحط على المنظومة، الهدف انه ما يعبر الرايش الى الماطور، بحيث من يبدي يسحب مرة ثانية الماطور يسحب فقط السائل الفلويد، ما يسحب ويا الرايش ولا يؤدي الى تلفه،
طبعا إلها بعد فوائد أخرى هذا من الفلتريشن. مثل ما ألاحظ الفوائد الأساسية لعملية الفلتريشن للكاتينج فلويد هي طول من عمر، طبعا شيء أكيد السائل بدل ما أنه يتلف سريعا وأبدله دائما فيطول من عمره، وهذا شيء أكيد راح يقلل من تحليل هذا السائل، لأن أنا عندي عملية فلتر دائما يتنظف هذا المائع أو السائل ويكمل بعملية التبريد. وشيء أكيد أنه راح يقول لك cleaner cutting fluid for better working environment and reduce health hazard. يقول لك أنه دائما كل ما يكون سائل التبريد منظف كل ما هذا راح يقلل من مخاطر الصحية على المشغل نفسه، لأن المشغل هو أمام الماكينة، إذا سائل التبريد تطلع به ريحة عفونة أو شيء هذا كله راح تؤدي إلى أوجاع ومساوئ على اليمن على المشغل نفسه. وطبعا راح يقلل من صيانة التور اللي تابع على الماكينة، لأن هو دائما يبردها ويحافظ على تزييتها ويزيد من عمر الافتراضي للعدة اللي أنت راح تشتغل بيها. هذا هو كذلك يوضح لك عملية وضع الفلويد. Cutting tool required properties. احنا لازم عندنا صفات معينة للحدود القاطعة، يعني انا الحد القاطع اللي استعمله على مود اقطع بقطعة معينة يجب ان يكون الهاردنس مالته شيء اكيد الصلادة اقوى من صلادة القطعة على مود ما ينكسر عند التور، وكذلك التفنس المتانة مالته يكون جدا متين، والوير ريسيستنس مقاوم للبيان، وكذلك chemical stability or inertness معناها يعني يكون ما يتفاعل أثناء عملية القطع، ما تتفاعل عندي التول مع الورك بيس بس تسوي لي عملية قطع ولا يوجد أي تفاعل كيميائي، لأن هذا راح يضر على صحة المشغل. هنا عندي أنواع معادن الكاتينج تول، هاي بس للإيضاح لك وتعرف إنه إيش وقت وجدوها بيا سنة وآخر شيء شنو اللي وجدوا وجدت كل وحدة، طبعاً إيش موصية المن تشتغل كل وحدة وقوتها، وهذا الشكل كذلك يوضح لك العملية. هذا هم كذلك يوضح لك إيش وقت بدت الهاردنس، طبعاً شلون الهاردنس وقيمتها وبدت تزداد بحيث قاموا يصنعون مواد تكون الكاتينج مالتها والهاردنس أعلى وتتحمل درجة حرارة أعلى، وتبدي من الكربون تول ستيل والكاربايد والسيراميكس. هذا نفس المخطط يوضح لك الترتيب كذلك لمواد، بس هنا الفرق الهاردنس مع التفنس مع المتانة. هاي هي عبارة عن لقم كربيدية ممكن أن توضع على الحامل. هاي هي المواد السيراميكس اللي هي راح تنضغط بقوالب صغيرة راح تصنع لك اللقم الكربيدية اللي شفناها احنا سابقا. طبعا هنا مثل ما لاحظ اللقمة الكربيدية ممكن انه يصير بيها اكثر، يعني اكو فد مادة اساس داخلية، مع العلم هي جد حجمها صغير بس انا عندي مواد غالية مثلا التيتانيوم والالمنيوم اوكسايد وغيرهم من هذين المواد هي تعتبر مواد غالية، فاحنا ايش راح نسوي؟ كأنه راح يصير كوتينج على نفس اللقمة الكربيدية. هذا هو كذلك يوضح لك السمك لكل مادة. هاي بس شباب هاي تشوفوها لغرض الاطلاع مو اكثر. هذا يوضح لك اللقم الكربيدية الموجودة، أنواع الأقلام يميني يساري العمل السن، أو وهذا طبعا هذا مثل ما ألاحظه هو عبارة عن كاربون هاي سبيد ستيل اللي هو القلم اللي احنا كنا نحده. هاي هي اللقم توضح لك العملية، هذا الشكل اللقم والآر مالتها النهاية يصور لك إياها ويكبر لك إياها. شكرا جزيلا.